كشفت فيديوهات مصورة وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي استفحال ظاهرة التبشير في مخيمات لجوء السوريين في دول الجوار، مستغلة تلك الحملات الممولة بميزانية ضخمة حاجة السوريين والعوز الذي يعصف بهم بعد تركهم بيوتهم وأعمالهم في سوريا بفعل التدمير الممنهج لقوات النظام، ما دفع باللاجئين إلى وضع أبنائهم في مدارس تشترط تدريس أبنائهم الدين المسيحي أو قبولهم بكتب ومحاضرات دينية في مقابل دفع مستحقات مالية كبيرة في دول اللجوء. وقد وجدنا أن هناك كنيسة باسم الدين تستغل الضعفاء والجهلة وتوزع عليهم الأناجيل. هكذا بات حال السوريين، كلهم ينهش به، يمنع عنه السلاح في سوريا ليدافع عن نفسه، ومن نجا هاربا إلى دول الجوار تتلقفه مؤسسات التبشير. أما الأدهى فمانع السلاح والحظر الجوي هو ذاته داعم التبشير والتنصير. السوريون منبوذون كثيرا الآن، المسلمون السنة يطردون خارج البلاد، إنه الوقت الأنسب للمسيح كي يظهر لهم محبته. إذن هو الوقت الأنسب، فما أعظمها من رأفة ورحمة في استغلال معاناة عاجز أو مريض. أنا نتعلم الإنجيل بحيث أنه شو يجونا كل 10-15 يوم أنهم يتابعونا القراءة بحيث مساعدات مالية تشيلنا عن أجار الدور، وأنا كوني مريض سكري. وما أعظمها من رحمة في استغلال الأرامل والأيتام. احنا أول شيء أرامل وأيتام، احنا استغلهم ضربنا عن أرامل وقاعدين لحالنا، فاتوا علينا على بيوت وعطونا هذه الكتب وقالوا أنه لازم نقرأ فيها ونحفظها عشان يساعدونا بأجارات البيوت عشان معونا. هي الرحمة ذاتها التي تشترط أطفالا بعمر ما بين 8 و12، حيث سرعة التعلم والاكتساب. طبعا هذا في تركيا عندما يوضع الوالدان بين خيار العوز أو ضياع أبنائهم تعليميا. في مدرسة بيحطوا أولاد السوريين فيها 100 طالب، بس 100 طالب من الإسلام بيعطيهم درس واحد بالأسبوع الإنجيل المسيحية يعني، والشرط أنه هنا بتكفروا بالطالب بكل شيء. ربما حال اللاجئين السوريين في الأردن أكثر صعوبة، ومن الصعوبة تلك تقتنص الحملات التبشيرية الفرص. أكثر من 100 لاجئة ممن يرتدين النقاب دخلن هذه الكنيسة شمال الأردن، ومن غير المعتاد رؤية هذا العدد من المسلمات داخل كنيسة، ولكنها أوقات غير اعتيادية في الشرق الأوسط حيث يبحث اللاجئون عن الراحة والأمان أينما وجد. إذا كنت الآن ادعو الله يهدى. صور وتوثيقات كثيرة من داخل مدارس التبشير تظهر آلية التغيير الفكري والديني لأطفال سوريا، المبنية طبعا على نقل السوري فجأة من أقصى المعاناة إلى نقيضها المشروط، والضحايا أطفال ونساء، وأخيرا رجال تجمعهم ذات المعاناة من مرض إلى إيجار بيت. الحال ذاته في مخيمات لجوء لبنان مع اختلاف في حجم المقايضة أحيانا. وما اعطونا شيء، اعطونا جوز جروبات كيسات وضحكوا علينا بكيسات. لا يعرف الى الان احصائيه دقيقه لمن تنصر من لاجئي سوريا، لكن المسؤوليه تقع بمجملها على دول وجمعيات خيريه تركت السوري فريسه في محنته. دوا بنتي انا 200 دينار كل شهر ونص، يعني ياسفنا ان اقول انا مراكز اسلامي رحت لعنده ما نبتني، يعني ياسفني انه ولا مركز اسلامي اعطاني اياهم انا، كل اللي منين نجيب لك اوف شو هالمبلغ انا؟ طيب والكنيسه يعني اسفني انه طيب لبتني انا. لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عماد كرقص الكاتب الصحفي في موقع سراج بريس من غازي عنتاب، وغسان ياسين كاتب صحفي من غازي عنتاب ايضا، اهلا فيكم. خلينا نبدا معك سيد عماد، ربما لديك معلومات اكثر، لو تحكي لنا اكثر عن هذه الظاهره التي بدات تنتشر الان في مخيم اللجوء السوري، بدايه تحكي لنا عن تفاصيل هذه الحملات التفجيريه او هذه الحملات التبشيريه، متى بدات ونطاق انتشار هذه الحملات؟ بداية تحية لك ميرا، تحية للأخوة المشاهدين. هذه الحملات بدأت منذ أن بدأ السوريون حملات النزوح بعد أن هجرتهم من بيوتهم براميل بشار الأسد وقذائف حقده وموته.
خلينا نرجع من الآخر اليوم لمدينة غازي عين ثابت تركيا في مدرسة بيجيت سورود التي اكتشف فيها الأمن التركي حملات تبشير، بل ليست حملات بل إجبار على تعليم الدين المسيحي وتعاليمه. هذه المدرسة عفوا تتبع لجمعية كنائس بيت المقدس ولها أكثر من 3 فروع في هذه المدينة وكلها أغلقها الأمن التركي بالكامل. اكتشف الموضوع عالم دين إسلامي تركي وأخبر الأخوة أحد الصحفيين السوريين الذي بدوره أخبر الأمن التركي مع التحقيق مع ذوي الأطفال تبين أنهم تم إجبارهم على فرض تعليم الكتاب الإنجيل المقدس والكتاب العهد الجديد وغيره من الكتيبات التبشيرية المسيحية مقابل تأمين أجور منازل ومعونات وحتى التعويض الدراسي لهؤلاء الأطفال. هذه الجمعية تدعمها دولة كوريا الجنوبية، يعني لا أدري اليوم هناك الغرب كله تكالب على السوريين، لا أدري من أين أتت كوريا الجنوبية بهذه الفكرة لحتى تدخل في فكر السوريين بعدما حوربوا في دمائهم وأرواحهم وكل شيء. سبق يعني عماد الجهة المسؤولة عن هذه الحملات لساتها مجهولة حتى الآن. لا مش مجهولة، أقول لك اليوم تدعمه هذه الجمعية، جمعية كنائس بيت المقدس تدعمها كوريا الجنوبية، لكن هناك حملات ظهرت مؤخرا في العديد من البلدان، في الأردن كما ذكر تقريركم وفي لبنان وحتى دخلت في داخل سوريا. يعني في 2013 تم اكتشاف كميات هائلة من كتاب الإنجيل المقدس وزعت على النازحين السوريين في مخيم داخل سوريا، مخيم الملعب البلدي في مدينة جرابلس، وليس فقط هذا الكتاب إنما وزع معه لحم يحتوي على مشقات الخنزير وهو محرم أكله على المسلمين كما نعرف، وزعه لأطفال المدارس. هؤلاء الأطفال لا يعلمون ما يأكلون ولا يعلمون ماذا يعني يقرؤون. أخذت هذه الكتب وجمعت، وهناك فيديو ما بعرف إذا أعرضتوه في تقريركم يظهر حجم الكتيبات والكتب والأناجيل وكتاب العهد الجديد الذي وزع. يعني بعد في مخيم الرحمة أيضا دخلت مجموعات، للأسف هنا مجموعات عربية مصرية قبطية جمعيات تعمل في لبنان منذ 4 سنوات ولقت المكان المناسب بعد التغريبة السورية للدخول إلى المخيمات وإعادة نشاطها بشكل أكبر من خلال النازحين السوريين في المخيمات، وقامت باستدراج بعض الأطفال وتعليمهم مقابل أمور بسيطة أو مردود بسيط كما قال الطفل، يعني أعطوني جرابات وأعطوني هذا الكتاب مقابل أشياء بسيطة أنه يعلموا. في الأردن كانت الأمور أكبر من ذلك، النازحة قالت أن قدموا لنا أجارات بيوت واشترطوا أيضا في الحملات، هناك جمعيات غربية أمريكية وأوروبية اشترطوا عليهم أن يحفظوا أجزاء من هذا الكتاب وبعدها يعودون ليراجعون هذا الكتاب ويقدموا مكافآت ويقدموا تعويضات لأجارات المنازل وأمور أخرى، وقالت هم أرامل وأطفال ويتامى ويحتاجون إلى المال. يعني طيب عماد، يعني هذه الحملات عم تستهدف النساء والرجال وأيضا الأطفال وخصوصا ما بين العمر 8 سنين و 12 سنة، يعني هاي الفئات العمرية يسهل استغلالها تحديدا. هل لديك معلومات عن عدد اللاجئين الذين نصروا حتى الآن وردة فعل هؤلاء اللاجئين حول هذا الاستغلال الديني؟ نعم، ليس هناك أعداد لأني أعتقد أن الأمور طوقت في أرضها، يعني كانت دخول المخيم في لبنان مخيم أعتقد الرحمة البقاعي كان دخول إليه فورا في نفس اليوم تم اكتشاف الموضوع وجاء بأحد علماء الدين المسلمين وتقدم شكوى على هذه الجمعية وقوضت الأمور في وقتها. هنا في عين تاب شكل الأمس بعد انتشار هذا الخبر شكل الأمس مجموعة من النشطاء السوريين ما يسموه جمعية أو فريق لمتابعة هؤلاء الأطفال ومسح الفكر الدخيل الذي زج في عقولهم عنوة بعد تعليمه لمدة أشهر في هذه المدارس. لا يوجد أرقام دقيقة لكن أعتقد أن الأمور لحقت في وقتها وعلينا أن نلاحق الأمور أكثر فأكثر حتى لا تنتشر في لأطفال ومخيمات آخرين. لا أريد أن أتنويه، هناك
حملات استهدفت العديد من بلدان التي تعرضت لأزمات، كينيا، الصومال، أثيوبيا، ليبيا، العراق، كل هذه البلدان التي تعرضت لأزمات سعت الجمعيات التنصيرية لدخولها وبث فكرها فيها وتنصير المسلمين، يعني مستغلين حاجتهم وفقرهم وعناءهم وتشريد آلة الحرب لهم. طيب خليني انتقل هلأ للكاتب الصحفي غسان ياسين. يعني سيد غسان، استغلال حاجة اللاجئ السوري والظروف الصعبة اللي عم بيعيشها، يعني برأيك سيد غسان على من تقع المسؤولية؟ هل تقع على المشرفين على هذه المخيمات أم على المشايخ في هذه المخيمات أم على الحكومة المستضيفة؟ يعني في ضمن حالة الضياع والتيه التي نعيشها ويعيشها أكثر من 5 مليون سوري يعني خارج سوريا، من الطبيعي أن تحدث أو أن يحاول أو تحاول كثير من الجمعيات التبشيرية وغير التبشيرية ذات الأفكار يعني المتعددة الدخول وخرق بنية المجتمع السوري. المسؤولية تقع، نحن الآن نتحدث عن مشكلة حدثت هنا في غازي عنتاب، هناك مدرستين، مدينة عنتاب مدينة صغيرة جداً، يعني تقع فيها مقر الحكومة المؤقتة، الحكومة المؤقتة لديها وزارة التعليم ولديها كادر تعليمي ولديها أيضا مدير التعليم. لا أدري حقيقة كيف، يعني أولا هذه المدارس استمرت من يعني افتتحت هنا منذ 4 شهور، مدرستين، واحدة في منطقة شعبية وأخرى في منطقة الجامعة. من يعرف عنتاب يعرف أن عنتاب مدينة صغيرة، ويستطيع أي يعني أحد مهتم بالموضوع متابعة هذا الأمر وأيضا اكتشافه قبل يعني حدوث قبل مرور 4 أشهر. هذا تقصير كبير تتحمله الحكومة المؤقتة. الحكومة التركية مشكورة أقامت يعني بعد إبلاغها بالأمر قامت على الفور بإغلاق المدارس، ولا ندري، هناك تكتم شديد حقيقة، هناك من هم وراء هذه المدرسة. أنا سمعت أن هناك أفراد سوريين يعملون مع الجمعية بيت المقدس أو بيت المقدس نعم الكورية، لكن أعتقد أن وراء جهات عدة، يعني بيت المقدس هو غطاء لأكثر من جهة تعمل هنا. السوريين الذين يعملون مع لاند لهم جمعية منظمة أم أفراد متطوعين أو موظفين برواتب محددة. الخطير في الأمر هنا الذي حدث في غازي عنتاب وهو حدث قبل في أكثر من مكان هو أولاً استغلال حاجات الناس وأيضاً استغلال جهلهم. يعني 4 شهور أطفال يتامى، هناك شرط وضع على دخول المدرسة، أولاً أن يكون الطفل يتيم أي بدون ولي أمر، وثانياً الشرط الآخر وضع عليهم عدم تعليم كتاب القرآن الكريم والاكتفاء فقط بالإنجيل والكتب تبشيرية أخرى لنشر الثقافة المسيحية. للأسف هذا عمل قذر، عمل جبان، استغلال حاجات الناس واستغلال جهلهم، وهو عمل بالأساس لا يمت للمسيح بصلة ولا يمت لقيم المسيحية. يعني هذا الاستغلال الدنيء وهذا في هذه الظروف يتم. أحدى والدة أحد الأطفال قالت إنهم وعدوها في سلة غذائية عند أول كل شهر لمجرد فقط يعني ضمان استمرار توافد أولادها إلى هذه المدرسة، وأيضا هي مدرسة مجانية بالكامل وهي أيضا مواصلات وهناك شروط جيدة داخل المدرسة. وصلني مصدر موثوق أن هناك طباخ داخل المدرسة يسأل الطلاب كل يوم ماذا تريدون أن تأكلون، أي أن هذه الجمعية تعمل بطريقة ممنهجة ومدروسة من أجل دس هذه الأفكار، من أجل سلخ هؤلاء الأطفال عن بيئتهم ودينهم ومجتمعهم وترويج لهم لأفكار جديدة. لذلك أولا نحن جميعا نتحمل المسؤولية، لكن أنا بشكل خاص أحمل الحكومة المؤقتة، حكومة أحمد طعمة، لأن هنا موجودة في غازي عنتاب كل مكاتب الحكومة المؤقتة موجودة في غازي عنتاب، كيف يعني وجهاز التعليم الضخم؟ اولا يجب عليها مراجعه تقصيرها، يعني هناك عشرات الاف من الطلاب الموجودين في غازي عنتاب المدينه او في محيطها بدون تعليم حتى الان، وذلك نتيجه تقصير من الحكومه المؤقته. يعني المدارس المفتتحه كلها هنا هي بجهود شخصيه اما لجمعيات تركيه سوريه مشتركه او انها مقدمه من الحكومه التركيه او بعض الجهات السوريه او الداعمه لها، يعني جمعيات خاصه تقوم بتمويل المدارس، لكن في المقابل هناك الاف الطلاب من الذين لم يتسنى لهم الدخول للتعليم للعام الثاني على التوالي ويقومون هنا في غازي عنتاب. المسؤولية تقع بالتأكيد على الحكومة المؤقتة لأنها تستطيع لوجستيا تنظيم هذا العمل أولا، وأيضا تستطيع إيجاد آلية من أجل استيعاب كافة الطلاب الموجودين. يعني هي لا تملك الميزانية، هذا صحيح وهذا نعلم أنها لا تملك ميزانية كافية من أجل إيجاد مدارس، لكنها تستطيع بجهد بسيط
إيجاد يعني بدائل بسيطة. الحكومة التركية تتعاون في تقديم المباني مجانا، وأيضا هناك جمعيات تركية كثيرة قدمت عشرات المدارس موجودة الآن في غازي عنتاب، هي مقدمة إما من الحكومة التركية أو من الجمعيات التركية الخاصة، لكن الحكومة هي مقصرة بشكل كبير في هذا الجانب. أنا لا أدري، هناك وزارة التعليم ومديرية التعليم ومدرسة مدرستين موجودتان في غازي عنتاب على مدار 4 شهور ويعلمون منهاج خارج يعني منهاج جديد، والحكومة المؤقتة لا تدري ماذا تفعل. إذا ماذا يفعل مديرية التعليم وموظفيه هنا في غازي عنتاب إن لم يتابعوا هذه الحالات؟ طيب خلينا نرجع لسيد عماد، يعني كما تحدثنا أنه بيئة مخيمات اللجوء هي بيئة حاضنة، بيئة سهل استغلالها، يعني كيف يمكن حماية اللاجئ السوري من الاستغلال سواء كان جسدي أو حتى ديني مثل ما عم نشوف هلأ؟ أنا بأكد على كلام صديقي أستاذ غسان ياسين أنه الحكومة المؤقتة اليوم وين دورها في 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 تأمين هذه المخيمات من بمراكز ثقافية، بحملات توعوية دعوية للحفاظ على الفكر، فكر الأطفال خارج بلادهم. يعني اليوم مخيمات النزوح إن لم تدخلها الجمعيات والمنظمات الإغاثية الخارجية يمكن أن حكومة أحمد طعمي لا تدخلها بالكامل ولا تدري بها، ولا أدري لماذا هذه الحكومة موجودة إلى الآن بالأساس. يعني من مجرد خروج هذا الخبر، إن لم يصل الخبر إلى أحمد طعمي ويستقيل، فهذه مشكلة كبيرة. يعني ما لا أدري اليوم المسلمين السنة والسوريون والمسلمين السنة منهم مستهدفين في دينهم في عقيدتهم بعد أن استهدفوا في دمائهم، ويجب عليهم أن يأخذوا على محمل الجد كل هذه الأمور وهالحملات التي تستهدفهم بشكل دائم منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة وحتى ما قبلها. يعني أريد أن أنوه على نقطة كبيرة حتى لا نستهين في هذا الموضوع. الجمعيات اليوم أنا عندي إحصائية بتقول لك الجمعيات المختصة في التنصير هن بالعالم 24,580 جمعية، هناك 20,000 من هذه المنظمات تختبئ وراء غطاء تقديم الخدمات والعلاج والتعليم والإغاثة، يعني كلها يحتاجها النازح السوري. ممكن أن تدخل هذه الجمعيات بكل سهولة إلى 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 المخيمات السوريين. تتلقى هذه الجمعيات 150 مليون دولار سنويا من دول، يعني هناك مشروع كامل لاستهداف عقيدة المسلمين والسنة منهم على وجه التحديد. أريد أن أنوه إلى بس سيد عماد، يعني برأيك ما في كمان مسؤولية بتحمل المنظمات الإسلامية تجاه هذا الموضوع؟ هناك نعم لم أسمع يعني السؤال. بالنسبة للمنظمات الإسلامية هي أتوقع كمان لازم تحمل جزء من التقصير الحاصل بمخيمات اللجوء مثل الحكومة المؤقتة أيضا. نعم الاتحاد الإسلامي، كل المنظمات الإسلامية معنية الآن بالدخول إلى المخيمات ونشر فرق دعوية وتوعوية وحتى في الداخل. قلت لك بجرابلس دخلت هذه الكتيبات وهذا الكتب، يعني وصلت الداخل. اليوم مطالبين بالذهاب إلى الأردن ولبنان وتركيا. الحكومة التركية للأمانة لا تقصر في ملاحقة هذا الموضوع ولا لاحقته، لكن في لبنان الجمعيات التي تبشر موجودة ما قبل الثورة ولقد وجدت الحاضنة لها في المخيمات بعد أن قصدها النازحون السوريون. اليوم الأردن بشكل كبير مستهدف في هذه الحملات ولبنان، وعليهم أن يجدوا فرق أن يوجدوا فرق عمل لدعوية وتوعوية لمواجهة هذه الحملات. شكرا. التبشيرية. أريد أن أؤكد على نقطة مهمة باختصار لو سمحت. أؤكد على نقطة مهمة، الكتاب المقدس الإنجيل نحن كمسلمين لا نؤمن حتى نؤمن به، لكن حتى في الدين الإسلامي لا إكراه في الدين. يعني أنت تجبرين هنا من أجبر على النازح السوري على تعليم الكتاب المقدس مقابل أن يترك القرآن. نعم. وهذه حملات سخيفة. أشكرك عماد قرقص الكاتب الصحفي في موقع سراج بريس من غازي عنتاب، وبشكر كمان غسان ياسين الكاتب الصحفي من غازي عنتاب على كل المعلومات اللي قدمتولنا إياها. هنا سوريا مستمر، ابقوا معنا.